المعلومات التعاون والتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى في الشمال والجنوب أيضا أنجزت مهامها وواجبها، وأعتقد ما يبقى إلا بعض الشيء في الرتل الشمالي إن شاء الله. في قتالنا ضد داعش اللي كان مأخرنا هو وجود المدنيين، وجود المدنيين بالمدينة يعرقل حركة القوات وتقدمها، لأنه نريد نجنب الأضرار المدنيين وأيضا نحافظ على البنى التحتية. يلا يلا سعدوا هاي العجلة أبوي، يلا يلا.